السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا ماذا يكشف أمور حصرية عن مبلوحي والعمري وبليلي؟ تعالوا مع بعض نسمع ماذا يقول. أتمنى من أخواني وأخواتي وضع اللايك والاشتراك في القناة، وشكرا لكم جميعا. هيا بنا نسمع ماذا قال. أنا الجزائري بالعمل واسمه الحاج دوخة بلحي. كانوا رايحين والكاين لاعبي بليلي لاعبين فسخوا العقد تاعهم، لانه هما في راسهم راح ينبوا كاس العالم باش يروحوا نوادي كبرى. صح، انا نعطيها لك على سكو في اول مره. هذا اللاعبين هذا بالتصريح تاعهم، يعني بالكلام تاعي معاهم، اللي عطاو لي هذا قال لك حنا عم بالنا راح نجوزوا في لاكوب دي موند باش القيمه تاعنا تطلع. ما بعد الفوز هناك في الكاميرا اكيد باش القيمه تاعنا تطلع. ها حتى بورحي صاب روحه بدون فريق، لانه الفريق تاعو طلب منه باش يجدد العقد تاعو، ما حبش يجدد العقد تاعو، صاب روحه بلا فريق، راهو يلعب في فريق في الدرجه الثانيه. لعب ليلي فسخ العقد تاعو كيف كيف، صاب روحه بدون فريق. لعب بالعمري كذلك، مشى من القطر القطري، يعني في راسه راح يلعب كاس العالم والقيمه تاعو تطلع، ويكونوا عنده يعني عروض مغربيه، عروض مليحه، حتى صاب روحه يعني بدون فريق ولا فريق ماهوش بحجم ومش كان يتمنى.